أعزائي <applause> طلبة وطلبات الثانوية العامة أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج مدرس على الهوا الحلقة رقم 96 مساء الخير على كل طلابنا الأعزاء مساء الخير على كل مدرسي الفيزياء على مستوى الجمهورية اللي يتابعونا واللي احنا كالعادة مستنيين كل ملاحظاتهم حتى نرتقي بالبرنامج وندنو من الكمال الحلقة بتاعتنا النهاردة يكون في ضيافتنا مستر محمد البساطي مساء الخير يا مستر أهلا وسهلا يا مستر أهلا بحضرتك الحمد, إيه؟ الحمد لله شرفنا وتشرفنا كالعادة إن شاء الله تمنياتنا القلبية بحلقة موفقة طبعا معانا النهارده في الحلقه مستر محمد الوساطي مستر محمد مجمع لنا كام من الاسئله على الفصل الاول والثاني للفيزياء للثانويه العامه اسئله قائمه على اعمال الفكر والتحليل وربط اجزاء المنهج فيا كل طلابنا اللي بيشاهدونا دلوقتي يركزوا مع مستر محمد في الاسئله اللي مجمعها لنا نبدا مع بعض الحلقه بتاعتنا ونستاذن المخرج الجميل يجيب لنا الصفحه رقم واحد اتفضل يا مستر محمد اهلا طلاب وطالبات ثالثه ثانوي آه اهلا بكم واتمنى تكونوا كلكم بخير النهارده هنراجع على بعض الاسئله على الفصل الاول والثاني هنبدا بالسؤال الاول الشكل التالي يوضح علاقه فرق الجهد الكهربي بين قطبي عمود في دائره مغلقه وشده الطيار المار في الدائره فان القوه الدافعه للعمود بي نقط القوه الدفعة للعمود اي زي ما انتم شايفين العلاقه دي علاقه بيانيه على الراسي في وعلى الافقي اي فرق الجهد على الرأسي والآي على الأفقي لما بتكون الكيرف بالخط مستقيم بيقطع المحورين بالشكل دوت بيكون ده قانون أم للدوائر المغلقة لما بيكون العمود في قوة لما يكون العمود فيه مقاومة داخلية لكن لما يكون العمود مهمل المقاومة الداخلية طبعا بيبقى قانون أم العادي بيكون العلاقة بين الفي والآي بتكون خط مستقيم طالع من نقطة الصفر طيب هنا الجزء المقطوع من الرأسي ال V ده بيساوي قيمة ال في اللي هي قوة الدفعة الكهربية للعمود من العلاقة في بتساوي في بي ناقص اي طيب يبقى إذا العمود B زي ما انتم شايفين هو ضعف قوة الدفعة الكهربية ليه بتكون ضعف القوة الدفعة الكهربية للعمود A لأن الجزء المقطوع من العمود B ضعف الجزء المقطوع من العمود A طيب يبقى الاجابة القوة الدفعة للعمود B بتساوي القوة الدفعة للعمود A رقم اتنين المقاومة الداخلية للعمود B نقط المقاومة الداخلية للعمود A الاسلوب او ميل الخط المستقيم في العلاقة ديت زي ما احنا عارفين بيساوي سالب R طيب مين اللي ميله اكبر او بجيب الميل ازاي لما بيكون الخط المستقيم بالشكل دوت بجيب الميل الراسي على الافقي، الضلع الراسي او الصادات على السينات. طيب نيجي للعمود بي، العمود بي ار بي المقاومه الداخليه بتاعته هتبقى 2 على 1 لان طول الضلع اللي على الراسي ضعف الطول الضلع اللي على الافقي، يبقى ار بي بتساوي 2 على 1. طيب كنسبه مئويه، طب الميل بتاع الايه؟ هيبقى 1 على 2. اذا القوه الدافعه اذا المقاومه الداخليه للعمود بي هتساوي 2 كنسبه والمقاومه الداخليه للعمود اي هتساوي نص اذا لما اجي لما اجي اجيب ار بي على ار اي هتساوي 2 على نص يبقى هتساوي 4 يبقى اذا المقاومه الداخليه للعمود بي اربع امثال المقاومه الداخليه للعمود اي جميل جدا يا مستر محمد ننتقل للصفحه رقم 2 ونشوف مع بعض السؤال رقم 3 اتفضل يا مستر محمد السؤال رقم ثلاثة بيقول في الدائرة المقابلة أربع مصابيح موصلة مع بطارية عند احتراق المصباح ثلاثة فإن إضاءة باقي المصابيح تكون طبعا في بعض الطلبة بيبقى عندهم مشكلة في موضوع المصابيح دوت أنا عايزك تتعامل مع المصابيح دي على إنها مقاومات كأنها مقاومة ما هو المصباح هو مقاومة طيب أنا عندي الدائرة فيها المصباح اتنين والمصباح ثلاثة متوصلين على التوازي ومعاهم على التوالي المصباح واحد والمصباح أربعة طيب مبدئيا الإضاءة بتاعة واحد وأربعة هتكون متساوية طيب ده في البداية لكن لما يحترق المصباح ثلاثة إيه اللي هيحصل المقاومة الكلية بتاعة الدايرة ديت هتزيد r توتال هتزيد طب لما المقاومة الكلية بتاعة الدايرة دي تزيد لان انا شلت المقاومه ثلاثه او المصباح ثلاثه من الدايره اصبح بعد ما كان هو متوصل على التوازي مع المصباح رقم اثنين بقى المصباح رقم اثنين متوصل على التوالي مع واحد واربعه. طيب يعني اذا ار توتال بتزداد اذا شده الطيار الكليه بتقل لان طبعا علاقه الاي بالار علاقه عكسيه. طيب لما اي توتال اللي هو شده الطيار الكليه المره في الدايره بتقل بالتالي اللي هي شده الطيار اللي ماشيه في واحد واربعه. طب واحد واربعه الطيار اللي فيهم قل اللي هو ار توتال قل يبقى المصباح واحد والمصباح اربعه شده الاضاءه بتاعتهم هتقل. طيب بالنسبه للمصباح رقم اثنين انت قلت لي يا استاذ ان اي توتال قلت. ايوه هي اي توتال قلت بس اي اللي كانت مره في المصباح رقم اثنين بتزيد. نصيبها بيزيد عن الاول يبقى اي 2 بتزيد فبالتالي شده اضاءه المصباح 2 تزداد يبقى الاجابه رقم ب مصباح مصباح واحد اضاءته تقل مصباح اثنين اضاءته تزيد مصباح أربعة تقل يبقى واحد واثنين واحد واربعة بيقل ومصباح اثنين بيزيد يبقى الإجابة رقم باء السؤال رقم أربعة في الشكل المقابل عند زيادة ار شرطه في الدائرة الموضحة بالرسم فإن قراءة الفولتميتر نقط. الفولتميتر ده يا جماعة نبص عليه كده نشوفه متوصل بين طرفي العمود أو بين طرفي البطارية، بين طرفي المصدر. طيب قراءة الفولتميتر اللي بيتوصل بين طرفي المصدر بيجي من العلاقة في بتساوي في بي ناقص اي ار، محدش ينسى ده يا جماعة قوة قراءة الفولتاميتر المتوصلة بين طرفي البطارية هي بتتجاب من القانون V بتساوي Vb ناقص أي R. تمام؟ طب هو لو ما فيش أرض داخلية هتساوي إيه؟ هتساوي Vb. V بتساوي Vb. أو لو حتى الدائرة كانت مفتوحة ما فيش I يبقى V هتساوي Vb كاملة. طيب. أنا عندي هنا يا جماعة R داش أو R شرطة ديت. هي عبارة عن مقاومة داخل نطاق الفولتاميتر اللي موجود بين طرفي الفولتاميتر طيب يبقى R داش دي أنا ممكن أعتبرها أكت أز R سمول أعتبرها مقاومة داخلية للبطارية طيب يبقى إذا ال V بتساوي V بي ناقص أي آر طب الـ R اللي هي R سمول اللي هي هنا R داش بغض النظر عن المسميات أنا اعتبرتها R سمول طيب لما ار سمول تزيد من في العلاقه في بتساوي في بي ناقص اي ار لما ار سمول تزيد يبقى اذا اي ار سمول زادت يبقى الجزء الماخوذ او القيمه الماخوذه من الفي باتري ايه اللي حصلت زادت يبقى اذا قيمه الفي بتقل لما في بي ناقص اي ار اي ار دي ك على بعضها تزيد يبقى الفي تقل يبقى اذا الاجابه لسؤال رقم اربعه د احسنت يا محمد ننتقل للصفحه رقم ثلاثه ونشوف السؤال رقم خمسه اتفضل يا محمد السؤال رقم خمسة بيقول ماذا يحدث لقراءة لكر... الأجهزة المبينة بالشكل عند زيادة المقاومة المتغيرة R2 شرحنا ده يا جماعة ده سؤال مجمع كده بيوضح لي إيه اللي بيحصل لقراءة الأميتر أو الفولتاميتر المتوصل بين طرفي البطارية أو اللي متوصل بين طرفي مقاومه عاديه. طيب نشوف الاول هي ار 2 دي اللي هو بيقول لي اذا زادت ار 2 دي هي مقاومه بره نطاق الفولتاميتر اللي متوصل بين طرفي البطاريه ولا جوه نطاقه؟ بره نطاقه. طيب طب لما تزيد ار 2 يبقى ار توتال تزداد. طب لما ار توتال ار توتال بتاعه الدايره تزداد، ايه اللي يحصل لشده التيار الكليه؟ اي توتال اي توتال تقل. شده الطيار الكليه بتقل طب ما هو الاميتر هنا متوصل على التوالي وبيقرا الاي توتال يبقى اذا شده التيار هنا بتقل يعني قراءه الاميتر بتقل يبقى عندي قراءه الاميتر بتقل طب نيجي للفولتاميتر في 1 في 1 ده متوصل بين طرفي مقاومه عاديه طب المقاومه دي التيار اللي ماشي فيها ايه هو اي توتال طب ما الاي توتال قلت وقراءه الفولتاميتر اللي متوصل بين طرفي المقاومه بيجي من العلاقه فيه بتساوي اي ار، شده التيار اللي داخله في المقاومه في قيمه هذه المقاومه، طب المقاومه ثابته، طب ما الاي توتال قلت، يبقى V قلت، يبقى قراءه الفولتاميتر في1 بتقل، ليه؟ لان التيار قل، التيار الكلي اللي هو ماشي فيها قل، يبقى انا عندي في1 بتقل، طيب، يبقى قراءه الاميتر بتقل، قراءه الفي1 بتقل، نيجي لقراءه v اللي هو الفولتميتر المتوصل بين طرفي البطاريه. لسه قايل من شويه وباكد تاني وتالت ورابع الفولتميتر المتوصل بين طرفي البطاريه يا جماعه قراءته بتيجي من العلاقه في بتساوي في بي ناقص اي ار ناقص اي ار سمول. طيب هنا في ار سمول اهيت موجوده. طيب انا لسه قايل من شويه ان اي تي اللي هي اي توتال بتاعت الدايره قلت، طب لما اي توتال قلت ايه اللي حصل قيمه اي ار سمول قلت طيب يبقى الجزء الماخوذ من الفي باتري قل يبقى قيمه الفي بتزيد يبقى قراءه الفولتميتر المتوصل بين طرفي البطاريه او العمود بتزيد يبقى إذن يا جماعه قراءه الاميتر تقل قراءه الفولتميتر في 1 بتقل قراءه الفولتميتر في تزداد يبقى الاجابه رقم ب أحسنت يا أستاذ محمد، ننتقل للصفحة رقم أربعة ونشوف مع بعض السؤال رقم سبعة، إتفضل يا محمد. السؤال رقم سبعة بيقول في الشكل المقابل تكون قيمة المقاومة المكافئة بين إكس وواي تساوي الشكل اللي قدامي يا جماعة اللي أنتوا شايفينه ده بنجيبه كده آه عندي ثلاث اول ما يجي عينك على طول على مقاومات عايزه تجيب المكافاه بتاعتها وشكلها كده متجانس وعينك واخده عليها تقدر تجيبها وتصفيها الاول انا عندي مثلا مقاومه 6 اوم و6 اوم و6 اوم الثلاثه دمت على التوازي ار المكافاه بتاعتهم بتساوي قيمه الوحده على عددهم يعني 6 على 3 يبقى 2 اوم يبقى انا عندي المقاومه المكافاه لثلاث مقاومات 6 و6 و6 على التوازي 2 اوم يبقى انا اقدر اشيل ال6 وال6 وال6 واحطوا مكانهم واحده بس قيمتها 2 اوم طيب نيجي للي تحت 9 و9 و9 المقاومه المكافئه هم على التوازي المقاومه المكافئه بتاعتهم بناخد قيمه واحده على عددهم 9 على 3 يبقى المكافئه بتاعتهم 3 اوم يبقى انا بشيل الثلاثه الثلاث مقاومات ال9 و9 و9 واحطوا مكانهم مقاومه واحده قيمتها 3 اوم يبقى انا عندي يا جماعه فوق مكان الستة والستة والستة حطيت واحدة 2 اوم نيجي نبص ال2 اوم اللي حطيتها مع الاربعة اوم دي هيبقوا توصيل توالي الاتنين المكافأة بتاعت الستة والستة والستة 2 اوم على التوالي مع الاربعة بقى ستة يبقى الطرف اللي على الشمال ده كأن في مقاومة ستة 2 زائد اربعة طيب الطرف اللي على اليمين احنا قلنا تسعة وتسعة وتسعة, وتسعة مكافئتهم ثلاثة ونتوصل معاها على التوالي ثلاثة يبقى على الطرف اليمين ستة برضو طيب يبقى أنا عندي يا جماعة ستة وستة المكافأة للي الطرف اليمين ستة واللي على الطرف الشمال ستة والاتنين توازي مع بعض لأن وضع الإكس ووضع الواي وضع النقطة إكس ووضع النقطة واي زي ما أنت شايف اللي بتخلي الستة والستة توازي اذا المقاومة المكافأة لهم هتبقى 6 على 2 3 اوم دي رقم 7 يبقى رقم 7 الاجابه ا 3 اوم رقم 8 تعتمد المقاومه النوعيه لماده سلك عند ثبوت درجه الحراره على بصوا يا جماعه انا عارف ان في طلبه بتسمعني دلوقتي والسؤال ده دايما بيلخبطكم وفي كل مرة وعارف الناس دلوقتي سامعاني وعارف وبتضحك يعني انا عارف ان السؤال ده دا دايما بيلخبط بعض الناس المقاومة بيجي يقول لك ايه العوامل اللي بتتوقف عليها المقاومة النوعية الرؤية فبيجيبها من القانون اللي احنا الدارج اللي احنا قلناه بنجيب منه اي حاجة اللي هو قانون راجل ار في A بتساوي رو اي e في ال طب الرو اي بتساوي ايه؟ ار في A إيه على ال فهو بيتلخبط يقول لك الرو اي اللي هي المقاومة النوعية بتساوي ار في اي على ال فاذا يقول لك الرئي بتتوقف على الار والاي والال لا يا جماعه المقاومه النوعيه هي صفه مميزه لماده الموصل لا تتوقف الا على نوع ماده الموصل ودرجه الحراره طب انا عندي اصلا هو بيقول لي ثبوت درجه الحراره يبقى المقاومه النوعيه هتتوقف على نوع الماده فقط ليه لانها صفه مميزه لماده الموصل الموصل طول الموصل قصر مساحه مقطعه زادت مساحه مقطعه قلت المقاومة النوعية لمادة هذا الموصل مقدار ثابت لا تتغير يبقى إذا الإجابة دال تعتمد المقاومة النوعية لمادة سلك عند ثبوت درجة الحرارة على نوع المادة أحسنت يا مستر محمد هنعمل ستوب بسيط كده عشان في بعض الأسئلة جات لي من, صدق. من أحد الطلبة على الواتساب في عندي هنا سؤال بيقول أحد الطلبة بيقول لي, بيقول لي ماذا يحدث عندما تتساوى المقاومة الكلية الداخلية للأوميتر مع قيمة المقاومة المقاصر اه ده سؤال على الاوميتر احنا يا جماعه الاوميتر معروف ان المقاومه الداخليه بتاعته الكليه المقاومه الداخليه الكليه بتاعته اللي احنا بنرمز لها بالرمز ار شرطه او ار داش هي عباره عن مجموعه مقاومات اللي هي ار جي اللي هي عباره عن مقاومه بتاعت الجلفانو نفسه لان الاميتر الاوميتر ما هو الا جلفانو متوصل معاه ار سي وار في مقاومه عياريه ومتوصل ببطاريه آه فاذا الار توتال بتاعت الار توتال او الار الكليه الداخليه للاوميتر آه اللي هي ار داش اذا تساوت مع قيمه ار اكس المقاصه يعني اذا وصلت الاوميتر ده جيت أئس بيه مقاومه وبالصدفه كانت المقاومه اللي انا بقيسها دي مقدارها بيساوي القيمه الكليه للمقاومات الداخليه بتاعه الأوميتر اللي هي ار جي وار سي وار في واذا كان في ار داخليه بتاعه البطاريه بتاعه الأوميتر اذا تساوت الار اكس مع الار داش اذا ينحرف مؤشر الأوميتر الى نصف التدريج يبقى يا جماعه اذا تساوت ار اكس مع ار داش ويا ريت اللي معاه ورقه وقلم يكتب القانون ده لأنه ممكن ما تلاقيهوش في الكتاب بيسهل لك جدا انك ازاي تجيب العلاقه ما بين ار اكس وار داش طيب القانون بيقول لك ايه بيقول ار اكس بتساوي ار داش افتح قوس واحد ناقص ان على ان ان دي اللي هي الانحراف بتاع المؤشر تلت او نص او ربع التدريج طب اذا لو هو انحرف عند النص نيجي نعوض كده ار اكس هتساوي ايه؟ ار داش واحد ناقص ان يعني واحد ناقص نص بنص على ان اللي هو نص نص راحت مع نص يبقى ار اكس بتساوي ار داش يبقى عندما يتساوى ار اكس مع ار داش بينحرف مؤشر الاميتر الى نصف التدريج جميل جدا يا استاذ محمد ده طبعا احنا بنحاول نوضح للطلبه بتاعتنا اللي بيشاهدونا دلوقتي تليفون اداره البرنامج اللي موجود على على الشاشه دلوقتي ممكن اي طالب يبعت لنا اي سؤال من اي نوع بحيث مستر محمد يقدر يجاوب عليه على الهواء مباشره نكمل مع بعض وننتقل للصفحه رقم خمسة ونشوف السؤال رقم تسعة يا مستر محمد اتفضل السؤال رقم تسعة بيقول في الدائره الموضحه ثلاثه مصابيح متماثله احنا اتفقنا وقلنا من شويه كلمه مصابيح ما تخوفنيش كلمه مصابيح انا بعتبرها مقاومه مقاومه طيب عندي ثلاث مقاومات ثلاث مصابيح متماثله زي بعض يعني مثلا ار 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 تمام موصله مع نفس المصدر تمام الكهربي عايز ترتيب المصابيح الثلاثه تصاعديا حسب قوه الاضاءه طبعا قوة الاضاءة يا جماعة بتاعة المصباح بتيجي من الباور، قانون الباور بيساوي اي تربيع ار او في تربيع على ار، طب يا استاذ دايما بيسالوني استخدم في الباور لما اجي اجيب القدرة المستنفذة استخدم الباور في تربيع على ار ولا استخدم اي تربيع على اي تربيع ار؟ والله استخدم ده او ده حسب المعطيات اللي عندك، والله لو انت تقدر تجيب فرق الجهد بين طرفي المقاومه اللي انت عايز القوه المستنفذه فيها موجوده او قدرت تجيبها بتربعها وتقسمها على قيمه المقاومه جبت الباور بتاعها. طيب. طب والله لو انا عندي الاي اللي داخله فيها وقيمتها وماشي ربع الاي واضربها في قيمه الار جبت القدره المستنفذه. والمصباح طبعا اللي قدرته المستنفذه اكبر هو اللي اضاءته اكبر. طيب نبص كده للشكل عندي المصباح واحد واثنين وثلاثة متوصلين ببطارية والمقاومة الداخلية بتاعتها زيرو خد بالك لأن المقاومة الداخلية لو بتاعت البطارية دي مش صفر مش مهملة الكلام ده بيتغير طيب أنا عندي يا جماعة المقاومة اثنين وثلاثة قبل ما أقفل المفتاح المفتاح مفتوح كي زي ما أنت شايف المقاومة اثنين وثلاثة أو المصباح اثنين وثلاثة متوصلين مع بعض توالي والاثنين متوصلين توازي مع المصباح او المقاومه واحد. طيب بالتالي بدي هي ولوجيك المصباح اثنين وثلاثه بيمر فيهم نفس التيار من غير ما اعرف هو كام مش عايز اعرف. اثنين وثلاثه توالي بيمر فيهم نفس التيار وهم متماثلين اصلا. يعني لو دي ار دي ار دي اثنين اوم دي اثنين اوم دي 3 اوم دي 3 اوم, اوم يبقى اذا الاثنين القدره المستنفذه ليهم واحده يبقى باور مصباح اتنين بيساوي باور مصباح تلاتة تمام طيب طب المصباح واحد بقى تعالى كده نشوف الطيار اللي هيروح للمصباح واحد انا عندي يا جماعة المصباح اتنين وتلاتة لو افترضت ان قيمة المقاومة بتاعتهم الواحدة ار يبقى الاتنين توالي اتنين ار تو ار طب المصباح اللي فوق على التوازي معاهم اللي واحد ار بس طب ما هو دوت هيروح له ضعف الطيار ده هيروح له ضعف الطيار طب لما يروح له ضعف التيار وهو متساوي معاهم في المقاومات يبقى إذن هو اضاءته أكبر يبقى إذن يا جماعه الاجابه هتبقى ب المصباح بي1 اضاءته اكبر من بي2 تو وبي2 تو نفس اضاءه بي3 يبقى الاجابه ب رقم عشرة نفس الرسمه بيقول لي بقى طب لما اقفل كي لما اقفل المفتاح كي ايه اللي يحصل؟ والله لما قفلت المفتاح كي انا لغيت المصباح ثلاثه لغاية المصباح ثلاثة المصباح ثلاثة بيطفي طب بس هو هنا مش سألني عن المصباح رقم ثلاثة هو بيقول لي عند غلق المفتاح كي فإن إضاءة المصباح واحد يحصل لها إيه بينما إضاءة المصباح اثنين يحصل لها إيه والله إضاءة المصباح اثنين هتظل ثابتة وإضاءة المصباح ايه سوري إضاءة المصباح واحد هتظل ثابتة لأن التيار اللي رايح لها هيفضل هو نفس المقدار وممكن نقولها بطريقة تانية هو متوصل مع البطارية آه واخد فرق الجهد بتاعها كامل مش مت مش مقسوم مع حد وفرق الجهد بتاعه طالما طالما ما اتغيرش فالفرع الاخر مهما يتغير فيه اذا الفرع اللي فيه المصباح ون المصباح 1 مش هيتغير يبقى المصباح 1 اضاءه المصباح فيه اضاءه المصباح ون تظل ثابته لكن المصباح 2 يا جماعه هتزداد اضاءته طب ليه يا مستر اقول لك لان انا عندي لما وصلت الكي ايه اللي حصل لما وصلت الكي اللي فرق الجهد اللي كان رايح للفرع اللي فيه مصباح اتنين وتلاتة بعد ما كان بياخده اتنين مصباح بقى بياخده مصباح واحد لان انا لغيت المصباح تلاتة اصبح جهد المصباح اتنين زاد يبقى في تربيع على ار وار ثابته يبقى اذا في تربيع زادت يبقى اضاءه المصباح رقم 2 بتزداد يبقى الاجابه يا جماعه عند غلق المفتاح K فان اضاءه المصباح 1 تظل ثابته بينما اضاءه المصباح 2 تزداد احسنت يا استاذ محمد ننتقل للصفحه رقم 6 ونشوف مع بعض السؤال رقم 11 اتفضل يا استاذ محمد السؤال رقم 11 بيقول لي أي الأشكال البيانية التالية يعبر عن العلاقة بين قيمة عزم الازدواج تاو والمتولدة على ملف الجلفانو والناشئ عن مرور تيار مستمر وزاوية انحراف المؤشر. ناخد بالنا يا جماعة السؤال ده بيلخبط جدا. هو عايز علاقة بين تاو وسيتا، سيتا دي مين؟ هل سيتا دي هي الزاوية اللي بيصنعها الملف مع المجال؟ بتاع المغناطيس والله لو التاو مع السيتا اللي هو زاويه اللي بيصنعها الملف مع التاو مش هيبقى في علاقه لان الزاويه اللي بيصنعها الملف مع المجال في الجلفانو دائما تسعين عشان كده التاو بتبقى دائما ماكس عشان بسبب تحدب وجهي المغناطيس وجهي قطبي المغناطيس حتى يجعل الملف دائما في وضع موازي فاذا لو هو قال لي مع سيتا اللي بيصنعها الملف مع المجال ما علاقة السيتا مش بتتغير السيتا ثابته طب هنا هنا السيتا مش المقصود بيها السيتا اللي هي بيصنعها الملف مع المجال لا السيتا المقصوده هنا بيقول لك السيتا بتاعت زاويه انحراف المؤشر المؤشر يا جماعه اللي هي سيتا زاويه انحراف المؤشر اللي هي سيتا بتتوقف على ايه من قانون حساسية الجلفان يا جماعة حساسية الجلفانو بتساوي سيتا على آي يبقى السيتا والآي تناسب طردي طب ما بتساوي بيان بي آي اي ان طيب البي ثابتة طبعا والان ثابتة والاي ثابتة يبقى التوب بتتغير بتغير الآي الطيار اللي داخل فيه طب الطيار لما داخل فيه يزيد السيتا بتزيد لان انا قلت لك العلاقة بين الآي والسيتا اللي هي زاوية الحرف المؤشر علاقة طردية طيب طب لما التيار بيقل سيتا بتقل لان التاو بتقل يبقى دي علاقه طرديه يا جماعه ما بين التاو والسيتا اللي هي الزاويه اللي بيصنعها المؤشر او زاويه انحراف المؤشر يبقى الاجابه باء علاقه طرديه بالنسبه للسؤال رقم 12 في الشكل المقابل يوضح سلك مستقيم يمتد عموديا على المجال المغناطيسي للارض فإذا مر تيار كهربي في السلك المستقيم عموديا على الصفحه للخارج فإن كثافه الفيض المغناطيسي تكون أكبر ما يمكن عند النقطه نقط. لو بصينا يا جماعه للسلك هو عمودي على الصفحه. السلك مش اللي على اليمين، اللي على اليمين ده يا جماعه ده مجال الارض، مجال المغناطيسي للارض اتجاهه لفوق. لكن السلك اللي هي النقطه اللي جوه الدايره دي. ده السلك. السلك هو عمودي على الصفحة واتجاه الطيار فيه للخارج طالما نقطة يبقى الطيار للخارج لكن لو اكس الطيار بيبقى للداخل طيب يا استاذ هو السلك ده نتيجة مرور طيار كهربي فيه هيتولد نتيجة مرور الطيار الكهربي فيه فيض مغناطيسي الفيض المغناطيسي الناشئ عن مرور طيار كهربي في سلك شكله عبارة عن دواير مركزها هذا السلك وبتحدد اتجاه الفيض عن طريق قاعدة أمبير لليد اليمنى طيب أنا عايز أحدد أو أشوف اتجاه الفيض ده الناشئ عن مرور طيار كهربي في هذا السلك ناحية مين هيبقى فوق عشان ناحية مين هيبقى الفوق عند النقطة 2 ولا 3 ولا 4 لفوق وبناء عليه لما يبقى الفوق يبقى نفس اتجاه مجال الارض يبقى هنا الفيض هيبقى عند النقطه دي اكبر حاجه طيب لما اجي اطبق هذه القاعده ب قاعده امبير لليد اليمنى عندي الطيار بالابهام طالع بره الصفحه يبقى اذا اتجاه الفيض هيبقى عكس عقارب الساعه عكس عقارب الساعه يبقى عند النقطه اثنين اتجاه الفيض هيبقى مماس للنقطه ديت هيبقى لتحت عكس مجال الارض يبقى لا طب عند النقطه تلاتة هيبقى المماس ناحيه اليمين اتجاه الفيض هيبقى ناحيه اليمين لا عند النقطه اربعه هيكون المماس لفوق اتجاه المجال لفوق هي دي النقطه يا جماعه اللي مجال الفيض الناشئ عن مرور تيار كهربي في هذا السلك بيكون اتجاهه لفوق في نفس اتجاه مجال الارض فهي هتبقى نقطه جمع فهتكون هي اكبر نقطه عندها كثافه الفيض بتكون اكبر ما يمكن يبقى الاجابه د رقم اربعه النقطه رقم اربعه هي اللي عندها كثافه الفيض اكبر ما يمكن جميل يا محمد برضو في بعض الاسئله اللي جايه على الواتساب من, <applause> من الطلبه اللي بيشاهدونا السؤال بيقول لي كيفيه سوري كيفيه الحصول على وحده قياس معامل النفاذيه المغناطيسي ميو والله هو الميو او اي حاجه يا جماعه انا عايز بس اقول لكم على وحدات القياس لما وحدات القياس لو انت عايز تجيب وحدة قياس أي كمية فيزيائية أو أي معامل أو أي ثابت والله هاته في قانون انت حافظه الميو مثلا أنا خدته في أكتر من قانون يعني بي سلك كثافة الفيض المغناطيسي الناشئ على مر تيار كهربي في سلك بي بتساوي إيه ميو أي على 2 باي دي طيب ما تجيب لي الميو كده في طرف ها رياضة بقى مقص هات لي الميو في طرف طب ما الميو في طرف هتبقى إيه الميو لما تجيبها لوحدها في طرف هتساوي بي في دي على أي وال 2 باي اصلا مالهاش وحده قياس. طب بي في دي على اي البي بالتسلا والدي بالمتر والاي بالامبير. طيب يبقى اذا وحده قياس الميو هي تسلا في متر على امبير. طب بتكافئ ايه؟ طب ما التسلا يا جماعه احنا خدناها بتساوي ويبر على المتر مربع. طيب طب ما انا لما اشيل التسلا واحط وبر على المتر مربع او وبر في متر اس سالب 2 إذا المحصلة هتبقى وبر على امبير في متر، يبقى وحدة قياس الميو معاملة نفاذية تسلا في متر على امبير أو وبر على امبير في متر. يبقي وحده قياس الميو معامله النفاذية تسلا في متر علي عامة يا جماعة أي كمية فيزيائية أو أي معامل أو أي ثابت عايز تجيب وحدة قياسه هاتوا في قانون هاتوا في أي قانون وحطه في طرف لوحده وشوف الطرف الثاني وحدات قياسه بتساوي إيه، يبقى هي دي وحدة قياس الحاجة اللي انت عايزها وطبعا يا جماعة وحدات القياس في حاجة اسمها الأكواد بس أنا ما بفضلش موضوع الأكواد لأنه بيعتمد على الحفظ الصرف لوحدات القياس إنك إزاي تجيب وحدة قياس كمية بدلالة أكواد كميات فيزيائية أخرى فهي موجودة برضو بعد الطلبة يعني ما فيش مشكلة بس أنا ما بحبهاش بصراحة أنا أحب إن أنت تجيب الوحدة القياس اليونت تجيبها بطريقة مناسبة وانت مع التكرار اوتوماتيك ايدك هتاخد على وحدات القياس. جميل جدا يا استاذ محمد. ننتقل للصفحه رقم 7 ونشوف مع بعض السؤال رقم 13. اتفضل يا استاذ محمد. السؤال رقم 13 بيقول لي الشكل يمثل سلك على شكل مربع اكس دبليو واي زد. يعني اكس زي ما انت شايف في الرسم كده اكس دبليو واي زد هو سلك هو كان سلك بس عملناه على شكل مربع زي ما انت شايف مصنوع من ماده موصله فيكون كثافه الفيضات اولا الطيار داخل من النقطه اكس اتفرع راح ناحيه واي وراح ناحيه زد وبعدين رجع اتجمع تاني عند النقطه واي في يا جماعه حاجه بتقولك اي شكل هندسي منتظم بيمر فيه طيار وبيتفرع بالشكل ده مش شرط مربع أي شكل هندسي منتظم بيخش فيه طيار والطيارات بتتفرع كثافة الفيض عند مركز هذا الشكل الهندسي بتساوي صفر لو عايز نثبتها نثبتها لك طيب أنت دلوقتي السلك لو خدت كل ضلع من الأضلاع الأربعة على أنه سلك مستقل وشفت الطيار ماشي فيه ازاي وجبت اتجاه الفيض على يمينه وعلى شماله من قاعده امبير لليد اليمنى يعني السلك مثلا اكس دبليو كمثال فور اكزامبل اكس واي التيار ماشي من اكس لواي طالع لفوق كده فاذا على يمينه هيبقى اكسات الفيض داخل وعلى شماله هيبقى نقط الفيض خارج يبقى على يمينه اكسات وعلى شماله نقط يبقى داخل الشكل الهندسي اكسات على يمين اكس والدبليو طب السلك اكس زد التيار فيه نازل لتحت فلما اجي اشوف الفيض بي قاعده امبير لليد اليمنى هلاقي على داخل السلك يعني فوق السلك اكس زد نقط الفيض خارج وعلى يمينه تحت الفيض بيكون داخل الصفحه يبقى اذا هتبص تلاقي برضو الضلعين اللي هناك متعاكسين والمركز بيبعد بطريقه متساويه عن الاربع اسلاك اذا عند المركز كثافه الفيض هتساوي صفر يا جماعه يبقى ممكن نعممها نقول اي شكل هندسي منتظم يدخل منه طيار ويتجزأ تكون بي عند المركز صفر. السؤال رقم 4 يبقى اذا الاجابه باء صفر عند المركز. آه السؤال رقم 14 في الشكل سلكان ام ان سلك ام وسلك ان طويلان جدا عند ازاحه السلك ان مسافه 3 سم باتجاه النقطه اكس فان كثافه الفيضه الكليه عند النقطه اكس نقط. بصوا يا جماعه انا عندي السلك ام والسلك ان التيار فيهم في نفس الاتجاه لاعلى ولما يكون السلكين اللي قصاد بعض دوم التيار فيهم في نفس الاتجاه بيكون المنطقه اللي في الوسط منطقه طرح منطقه طرح طيب يبقى اذا يا جماعه النقطه اكس اللي ما بينهم هي منطقه طرح يبقى البي توتال عند اكس قبل ما احرك اي حاجه بتساوي بي ام ناقص بي ان طب واحد يقول لي يا استاذ طب ليه مش بي ان ناقص بي ام والله هقول له لان اكس على بعد متساوي من السلكين بس السلك ام ماشي فيه 2 امبير زي ما انت شايف لكن السلك ان ماشي فيه I <applause> السلك ام ماشي فيه 2 اي والسلك ان ماشي فيه اي يعني ام طياره اكبر واكس على بعد متساوي من الاتنين يبقى كثافه الفيض بتاع الام اكبر من إن، يبقى بي توتال بتساوي بي ام ناقص بي ان طب انا لما اقرب إن 3 سم ناحيه اكس كثافه فينو بتزيد عند اكس طب لما تزيد يبقى بي توتال تقل لان الجزء الماخوذ من البي ام زاد فاذا بي تي تقل يبقى اذا يا جماعه كثافه الفضه الكليه عند النقطه اكس تقل جميل جدا ننتقل للصفحه رقم 8 ونشوف السؤال رقم 15 مع بعض اتفضل يا مستر السؤال رقم 15 بيقول العلاقه المستخدمه في إيجاد قانون حساب كثافة الفيد المغناطيسي المحصلة عند النقطة إم هي علما بأن التيارات متساوية في كل من الحلقتين والسلك عندي حلقتين يا جماعة واحد واتنين حلقتين معناها يعني اعتبروا ملف دائري بيتكون من لفة واحدة وسلك ثلاثة بيمر فيهم نفس الطيار عايز البي توتال عند مركز عند المركز أو عند النقطة إم اللي هي مركز الحلقتين نيجي يا جماعة الواحد بي واحد اتجاه الفيض بتاعها الطيار مع عقارب الساعة يبقى إذا اتجاه الفيض هيكون خارج الصفحة طيب والسلك الحلقة رقم اتنين اتجاه الطيار عكس عقارب الساعة يبقى اتجاه الفيض بتاعها داخل الصفحة طب مين اللي هيغلب السلك الملف واحد ولا الملف اتنين الملف واحد لأن R بتاعته أصغر والبي بتتناسب عكسي مع الار في الملف الدائري أو الحلقة طيب يبقى اذا يا جماعه محصله الواحد والاثنين هتبقى طرح هتبقى بي 1 ناقص بي 2 طب كثافه الفيض بتاعت 3 على يمين السلك على يمين السلك يعني عند النقطه ام بتكون برده داخل الصفحه يبقى اذا البي توتال هتساوي بي 1 ناقص بي 2 ناقص بي 3 الاجابه رقم ب رقم 16 الشكل يوضح ملف لولبي يمر فيه تيار كهربي بجوار سلك مستقيم لا نهائي يمر فيه تيار شدته 6 امبير بحيث كانت محصلة كثافة الفيض عند النقطة A تساوي 10 أس سالب 5 تسلا وعدد اللفات لوحدة الأطوال عدد اللفات لوحدة الأطوال دي اللي هي إن على إل طيب من الملف اللولبي 4 على باي لفة لكل متر أنا عايز مقدار شدة الطيار المرة في الملف وعايز اتجاه الطيار اللي ماشي في الملف اولا يا جماعه انا هجيب كثافه الفيض النشاه عن مرور تيار كهربي في السلك اللي هو على الشمال السلك ده يا جماعه هجيب كثافته الاول لان عند محور الملف الحلزوني انا مش هقدر احكم دلوقتي واقول عند عند محور الملف الحلزوني بي توتال بتاع الملف الحلزوني والسلك هل هي جمع ولا طرح طيب ليه لان هو جايب لي بي توتال بالفعل 10 اس سالب طيب انا هشوف بي بتاعه السلك عند الملف عند محور الملف والله لو اكبر ها لو اكبر يبقى بي توتال يبقى هي اصلا منطقه طرح طب لو هي اقل يبقى بي توتال جمع طيب اولا أه هجيب البي سلك 2 في 10 اس سالب 7 اي على دي لو الوسط هواء هيبقى هتساوي 2 في 10 اس سالب 7 في 6 على ع... على 20 في 10 اس سالب 2 لان بحول ال 20 سم بضرب في 10 اس سالب 2 عشان احولها لمتر يبقى يا جماعه كثافه الفيض بتاعه السلك عند محور الملف الحلزوني بتساوي 6 في 10 اس سالب 6 تسلا طب وهي اقل من بي توتال طب لما هي اقل من بي توتال طيب يبقى اذا بي توتال بتساوي ايه بي سلك زائد بي ملف يبقى هي منطقه جمع طيب طب اذا اتجاه الفيض بتاع الملف لازم يبقى لتحت زي اتجاه الفيض الناشئ عن مرور التيار الكهربي في السلك عند الملف عند محور الملف لان الطيار ماشي في السلك اه او داخل الملف الدائري مع عقارب الساعة او داخل لجوه يبقى الفيض مع عقارب الساعة يعني عند المحور هيبقى اتجاه الفيض لتحت فبالتالي اتجاه الفيض في الملف الحلزوني عند محوره لازم يبقى لتحت برضه طب علشان يحقق الكلام ده لازم الطيار يكون مع قاعده امبير لليد اليمنى لازم التيار يكون في اتجاه اليسار. طيب يبقى اذا اتجاه التيار في الملف الحلزوني باتجاه اليسار، طب ازاي اجيب مقدار شده التيار اللي ماشيه فيه؟ طبعا هنقول بي بتساوي بي توتال ناقص بي سلك، بي ملف حلزوني بتساوي بي توتال ناقص بي سلك اللي هي 10 اس سالب 5 ناقص 6 في 10 اس سالب 6 هتساوي هتطلع معانا على الاقل حاسبه 4 في 10 اس سالب 6 تسلا. طيب يبقى 4 في 10 اس سالب 6 تسلا اس سالب 6 تسلا ديت هي كثافه الفيض المغناطيسي بتاعه الملف الحلزوني طيب طب ما هي بتساوي ميو ان اي على ال طب ما ال ان على ال هو جايبها لي اصلا ب 4 على باي واما تعوض عن الميو ب 4 باي في 10 اس سالب 7 هيبقى عندي المجهول الوحيد الاي هتجيبه لوحده في طرف هيطلع 2.5 امبير يبقى مقدار شده التيار المره في الملف اللولبي 2.5 امبير واتجاه التيار المار بيكون ناحيه اليسار يبقى الاجابه الف جميل جدا يا استاذ محمد ننتقل للصفحه رقم 9 نشوف مع بعض السؤال رقم 17 اتفضل يا استاذ بيقول لي اي الاشكال البيانيه التاليه يعبر عن العلاقه بين المقاومه النوعيه لماده موصل اي على الافقي وطول هذا الموصل الا على الراسي؟ بنعيد تاني نفس الموضوع اي مقدار ثابت أو هي صفة مميزة لمادة الموصل لا تتغير بتغير طول السلك، يبقى إذا الإجابة د تمام؟ يبقى دي الإجابة د لأن رو ثابتة. رقم 18 بيقول لي في الشكل المقابل يكون جهد النقطة ايه يساوي نقط. طيب نيجي يا جماعة لمقاومة مقاومة عندي مثلا المقاومة اللي بين و ودي ما بين سي ودي جهد النقطه دي 6 وجهد النقطه دي اه سي 10 يبقى فرق الجهد ما بين السي والدي 10 ناقص 6 4 طب والمقاومه نفسها قيمتها 4 يبقى التيار اللي ماشي في سي دي 1 امبير طيب طب واتجاهه لفوق طب نيجي لسي بي سي بي اه فرق الجهد 10 ناقص 4 6 والمقاومه قيمتها 3 يبقى الاي يا جماعه هتساوي 6 على 3 2 امبير يبقى التيار اللي ماشي في سي بي 2 امبير واتجاهه من سي رايح لبي طيب اذا يا جماعه انا عندي التيار بتاع الاي سي حسب قاعده كيرشوف الاول قاعده كيرشوف الاولى بتساوي سميشن اي بتساوي زيرو او سميشن اي ان بتساوي سميشن اي اوت او زي ما بيسموها سيجما طيب عندي النقطه سي طالع منها واحد امبير وطالع منها اتنين امبير يبقى اذا اي سي داخل للنقطه سي كام امبير 3 امبير طب هي مقاومتها كام 2 <applause> يبقى فرق الجهد 2 في 3 ب 6 طب 6 يبقى اذا النقطه ايه لازم جهدها يكون كام 16 علشان يبقى فرق الجهد 16 ناقص 10 6 طب واحد يقول لي ما ليش ليه مش ليه مش 4 هقول له لأن التيار جاي من A ل C فلازم النقطة A إيه جهدها يكون أعلى من جهد النقطة C، يبقى الإجابة 16 فولت، جهد النقطة A إيه يساوي 16 فولت أحسنت يا أستاذ محمد، ننتقل للصفحة رقم 10 والأخيرة معانا في الحلقة ونشوف مع بعض كده السؤال رقم 19، اتفضل <applause> يا أستاذ محمد السؤال رقم 19 بيقول لي وصلت ثلاثة مصابيح متماثلة على التوالي إلى مصدر كهربي مهمل المقاومة الداخلية ثم وصلت مرة أخرى على التوازي مع نفس المصدر فإن النسبة بين القدرة المستنفذة في كل من الدائرتين على الترتيب طبعا قلنا يا جماعة مصابيح اعتبرها مقاومات فأنا معايا كأن معايا ثلاث مقاومات على التوالي R و R, و R يبقى R توتال بتاعتهم 3R طيب طب لما وصلهم على التوازي بنفس المصدر بيقولوا بنفس المصدر هيبقى R R R على التوازي المكافأة بتاعتهم هتبقى تلت R أو R على ثلاثة طيب لما اجيب الباور القدرة المستنفذة بتاعت الدايرة في حاله على التوالي الباور يا جماعه بتساوي ايه؟ ها اي تربيع ار طيب اي تربيع ار يبقى اي تربيع ار توتال طب اي ار توتال كانت بكام قلنا؟ ب 3 ار يبقى 3 اي ها 3 اي تربيع ار طيب البي توتال في حاله التوازي هتساوي ايه؟ اي تربيع في ار توتال يعني هتساوي تلت اي تربيع ار طب لما اجي اجيب بقى بي باور توالي على باور توازي هتبقى 3 ار الاي تربيع هتروح مع الاي تربيع والار هتروح مع الار يبقى 3 على تلت فيها التسعة يبقى العلاقه 1 الى 9 او في قانون تاني بيقول لك ايه باور توازي باور توالي على باور توازي بتساوي ان تربيع على واحد حيث ان ده عدد المقاومات او بي توازي على بي توالي بتساوي واحد على ان تربيع رقم 20 في الشكل التالي مقدار شده التيار اي بتساوي طبعا دي هتيجي يا جماعه من كيرشوف في المسار اللي هو المربع اللي انت داخل اللي هو آه على الشكل دوت هناخد مسار مع عقارب الساعه، لو خدنا مسار مع عقارب الساعه <applause> باستخدام كرشوف الثاني هتلاقي البطاريه طبعا ايه؟ سميشن اي ار بتساوي سميشن في بي، طيب سميشن اي ار سميشن في بي الاول آه معانا ال 21 معانا في اتجاهنا موجبه و ال 6 فولت آه عكس اتجاهنا هيبقى 21 ناقص 6 15. آه 21 ناقص 6 سوري 18. طيب 21 ناقص 6 15 تمام. ده يا جماعه اللي هو ااا السميشن في بي. طيب انا عندي يا جماعه عندي 1.5 مضروبه في 2 بس عكس اتجاهنا يبقى سالب 2 في 1.5. والاي 2 مضروبه في 4 يبقى 4 اي 2 يبقى سالب 2 في 1.5 زائد 4 اي 2 بتساوي 21 ناقص 6 اللي هي 15 <applause> يبقى اي 2 آه دي 21 ناقص 6 15 ايوه تمام يبقى 18 على 4 أربعة 4.5 أربعة يبقى الاي يا جماعه بتساوي اي 1 اللي هي 1.5 زائد اي 2 اللي هي ونص يبقى تساوي 6 فولت يبقى شده الطيار اللي ماشيه اللي هي اي بتساوي 6 امبير يبقى الاجابه رقم ب احسنت يا محمد قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا في سؤال اخير جاي من احد الطلبه ريت تبدا توضحه لنا للطلاب قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا فضل. السؤال عندي بيقول كيفيه تحديد اتجاه القوه المغناطيسيه المؤثره على سلك مستقيم يمر به تيار كهربي وموضوع عموديا على مجال مغناطيسي منتظم تمام هو يا جماعه الفصل الثاني اه افتكر دايما الفصل الثاني معانا قانون او قاعده فيلمنج لليد اليسرى لكن الفصل الثالث في الحث الكهرومغناطيسي قاعده فيلمنج لليد اليمنى افتكر بس المعلومه دي طب قاعده فيلمنج لليد اليسرى بتستخدم لتحديد اتجاه المجال المغناطيسي اتجاه القوه المغناطيسيه الناشئه عن مرور طيار كهربي في ملف آه عن مرور تيار كهربي في سلك مستقيم موضوع عمودي داخل مجال مغناطيسي يعني لو معايا سلك بيمر فيه طيار موضوع عمودي على مجال مغناطيسي هيتاثر بقوه هذه القوه بتتحدد بقاعده فيلم اليد اليسرى السبابه بتشير الى اتجاه الفيض ال آه الوسطى او بقيه الاصابع بتشير الى اتجاه التيار يبقى الابهام بتشير اتجاه القوه لكن في الحس الكهرومغناطيسي قاعده فيلم اليد اليمنى بتستخدم في تحديد اتجاه القوة الدفع الكهربية المستحثة ومن ثم الطيار المستحث الناشئ عن حركة سلك داخل مجال مغناطيسي والقوة بتاعت الفصل الأول اللي بستخدم فيها قاعدة فيلمنج لليد اليسرى هذه القوة مقدارها بتيجي من قانون بيل ساين سيتا بي اي ساين سيتا بيل ساين سيتا لكن اي ام اف المستحثة اللي بستخدم فيها قاعدة فيلمنج لليد اليمنى تحديد اتجاه الطيار القوه الدافعه الكهربيه المستحثه وبالتالي الطيار المستحث بتيجي من قاعده فيلمنج لليد اليمنى اه هذه القوه الدافعه الكهربيه المستحثه اي ام اف مستحثه بتيجي من قانون في بي ال في يبقى عشان بس ما نخلطش بين الاثنين قاعده فيلمنج لليد اليسرى وقاعده فيلمنج لليد اليمنى احسنت يا استاذ محمد قبل ما نختم الحلقه بتاعتنا لو عندك اي رسائل سريعه او نصائح طمانه للطلبه بتاعتك على مستوى الجمهوريه اللي بيشاهدوا البرنامج اتفضل والله انا بحب بس اطمن طلبه الثانويه العامه السنه دي ان ان شاء الله يا جماعه الاختبار هيجي في المتناول مش مفيش حد يقلق كله يذاكر باعصاب هاديه اعمل اللي عليك وسيب الباقي لربنا ربنا ان شاء الله ان شاء الله هتوصل لهدفك باذن الله ذاكر بهدوء الفيزياء بصفه خاصه ان يعني لما تيجي تذاكر جزء جزء قدامك قوانينه بتكتبها بايدك ورقه وقلم جنبك دايما لازم تكون فاهم القانون بيستخدم ازاي مش موضوع حافظ قانون وخلاص يا جماعه القانون انت ممكن تكون حافظه بس مش عارف تستخدمه كويس، فلابد من معرفه فهم استخدام القانون، افهم القانون، مش حافظه وخلاص. اه وبالتوفيق للجميع ان شاء الله، وان شاء الله نسمع عنكم اخبار كويسه، وان شاء الله نشوفكم في حلقات جايه باذن الله، ان شاء الله. شرفتنا يا مستر محمد ونتمنى ان شاء الله يعني نشوفك صح. في حلقات قادمه، وتمنياتنا القلبيه لكل طلابنا الاعزاء بالتوفيق والنجاح دائما، شكرا لكم جميعا، شكرا.